كنا متابعة مشاهدينا مباشرة على الهواء وبتنضم لنا سيرينا أورينتال أنفيوجن دانسر. سيرينا الفنانة بتخوض تجربة جديدة بالسياحة الداخلية اللبنانية من خلال رحلات تراثية بأماكن مختارة بيتخللها اكتشاف مناطق طبيعية جديدة والتعريف بعاداتها وتقاليدها وتمكين المرأة بتسويق المنتج اللبناني بالمونة والأشغال اليدوية. سيرينا اللي بدأت رحلتها مع فن الرقص من عمر ال 14 سنة بتتابع تجربتها بتقديم لوحات راقصة جديدة. كل التفاصيل رح ناخدها منك. مرحبا سيرينا، شرفتينا. مرحبا، كيفك تمر؟ يا هلا، أنا منيحة، أنت؟ الحمد لله. سيرينا، فكرة حلوة إنه نكتشف لبنان، ونحن هلا خاصة من بعد كورونا ومن بعد الأزمة الاقتصادية صرنا عم نكتشف لبنان أكثر. صح. يعني قبل كان أهين إنه نقول بدنا نسافر ونسافر، ما كان عندنا حشرية إنه نعرف المناطق اللبنانية. شو الجديد اللي عم بتقدميه أنت من بهالنقطة بالذات بالسياحة؟ هلا أنا بلشت التجربة السياحية من تقريبا 5 سنين وكنت مع شركة خاصة. أوكي. بس اللي صار إنه بعد كورونا، بكورونا تركت الشركة وصرت لحالي. أوكي. يعني فتحت مثل هلا فاتحة لحالي البزنس الخاصة، وعم ركز على أماكن معينة مش معروفة كتير بلبنان وعلى الأماكن التراثية المعروفة. أخذت سواح لبنانية خلال كورونا ودياسبورا، وهلا إن الله راد بهيدا الموسم بلش يصير في حجوزات من قبل سواح أجانب. هاي نعم، نايس، بشرة خير. أكيد بشرة خير. بس سيرينا، هدفك الأساسي شو هو؟ إنك تعطي صورة حلوة عن لبنان. عن لبنان، صح. أنا هدفي إنه مثل لبنان من خلال السياحة، فرج التراث، التاريخ، مكن المرأة، يعني كل شيء. المونة اللبنانية، وين بعرف في مرأة لبنانية عم تعمل مونة بدخلها بالبروجرام. الحرف اليدوية كمان، ها مش كتير بتفوت على البروجرامات، يعني الايجنسيز المعروفين. فأنا عم بهدف إنه أدعم هيدي، صح، sustainable tourism من خلال إنه الحرف اللبنانية والنساء اللي بتعمل حرف لبنانية خلال النفخ بالقزاز، البوتري، الفخار، الحياكة، كل هيدا يعني عم بفوت بالتراث. خاصة إنه ما بقى كتار يمكن يعني بعده أهمية للموضوع، منهم كتير للأسف بالانقراض. يعني لنشوف صبية زغطورة بعدها صغيرة مثلك اهتمت بهيك موضوع كتير. هوس هوا عن جد، انت عم تقولي لنا هوس، واخذت منه مهنة وقررت انه تكرس حالها لهيدي المهنة. خليني اسألك سؤال طبيعي، مهنة بتعيش هالمهنة ولا ما بتعيش؟ هلا يعني إذا كان في سياحة منيح، بال 2019 كانت بتعيش وزيادة. يعني 2019 كان في كتير سواح بلبنان، أجانب أو لبنانية؟ أجانب. أجانب، إيه أجانب، أخذت أجانب بال 2019. 2020 لأولها لحديت مارتش كان كتير منيح عن جد، يعني السياحة بلبنان لحديت ما سكر البلد قعدت بالبيت. اوكي. وبس يعني بيخلص اللوك داون صرت عم بشتغل مع اللبنانيه وهيك. هلا حتى لو بطيء، بس انا من النوع ما في اعمل شيء ما بحبه، فخلص حركز عليها لتصير مهنه حياتي. ما هو الاصرار هو اللي اساسا يعني بوصلك. اذا وقفنا باول عقبة اكزاكتلي يعني ما بنكون عملنا شيء. بدي اعرف من خلالك ريتا سيرينا، شو في اليوم؟ طبعا شفت عن جد. انت عامله كورونا شيء؟ ايه، ما من هيك بيأثر على الذاكرة. مش معقول الذاكرة، ايه، بس هيدا شيء مش مفيد ابدا يعني عنا بالذات ابدا مطرح ما نحن قاعدين ابدا. سيرينا، السواح اللبنانية قد ايه مثل ما قالت كارين كان عندهم الحشرية، قد ايه عن جد انبسطوا بانه اكتشفوا بلدهم، بانه شافوا هن وين عايشين؟ لانه على طول بنقول يوروب، امريكا، هيدا حلم كل حدا منا. بس يجوا يزورونا الاجانب بيكتشفوا انه بلدنا احلى من بلدهم. عرفنا قيمه بلدنا من خلال جولاتك مع اللبنانيه؟ ايه، عم يعرفوا صراحة. اللي عم بيروحوا يعني يستكشفوا معي ومن خلال الرحلات بيقولوا لي انه عن جد هيدا لبنان، كان مواقع الطبيعية، المناطق الجديدة بيروحوها مثلا بالشوف او بالشمال او بالجنوب، كلهم ما بيتوقعوا يشوفوا هيك. يعني جمال طبيعي والانهار والبيوت القديمة، المواقع الاثرية، قديش عنا
اثارات، يعني وين ما تروحي في اثارات رومانيه فينيقيه. الحمد لله ما في جنسيه ما مرقت على البلد، كلهم وتركت اثارات. طيب شو الفرق بين السائح اللبناني والسائح الاجنبي؟ السائح اللبناني اللي عايش بلبنان والسائح الاجنبي طبعا اكيد عايش برا، بس كمان السواح اللبنانيه اللي عايشين برا، شو الفرق بيناتهم؟ اوكي، اول شيء الوقت، دقه بالوقت. السائح اللبناني على طول العروي، يعني الاجانب على القد بيوصلوا حتى قبل بوقت. السائح الاجنبي كثير يعني بدقه بيمشي، بيقدر اكيد. السائح اللبناني بينبسط يمكن اكثر، يعني اللي اشاعته انه الروح اللبنانيه يعني بس يطلعوا ويفرفشوا هيك بيعبروا اكثر، يمكن الاجانب الاوروبيه ما كثير بيعبروا يعني كثير. ايه بس يمكن الاجانب بيقدروا الاشياء اكثر، يعني بحبوا يتعرفوا على التاريخ، على شو قطع، بيقعدوا يمكن ساعه يصوروا صخره. صح، بس احكي لهم عن التاريخ بيوقفوا بيتسمعوا، بينما اللبنانيين يمكن بدهم انترتينمنت اكثر، بيزهقوا اسرع. سو ما كثير بحكي تاريخ للبنانيه، يعني نحكي قصص فن اكثر هيك واستكشافات على الارض، يعني اكثر منه معلومات كثير احكي لهم. شو بيكون البروجرام سيرينا، وقد ايه بتركزوا كمان بانه الاولاد يكون عندهم اكتيفيتيز ديورينج ذا داي، لانه بيطلعوا عيل كمان معكم، قد ايه بتخلوهم كمان يكتشفوا المطبخ الخاص بكل قريه بكل زاويه من لبنان، لانه بنعرف انه حتى الاكل عندنا بيختلف. الولاد في غنى يعني بمطبخنا. هلا عادةً السواح اللي باخذهم كان لبنانية أو أجانب بيكونوا عادةً كبار، يعني 30 يعني نص العشرينات وطلوع مينيموم، يعني نص العشرينات أو ثلاثينات وطلوع. بس إذا سائب أولاد يعني حتى بينبسطوا، يعني يستكشفوا كان مواقع. خلينا نركز على الأولاد شوي لنحببهم بالبلد، يعني صح مش صح. بس يكون في أولاد يعني بيسمعوا صراحة، هلا عم بتذكر يعني في انترست، ايه في انترست يعني بيتسمعوا بحروا شوي، بس يجي وقت الاكل بينبسطوا، بياخذوا على مطاعم يعني اللبنانيه القديمه التراثيه، مثلا عصاج، قصص عصاج وهيك. انت بتعملي باكج يعني مثلا تنطلقوا من نقطه معينه بيروت، من بيروت بسياراتهم ولا في باصات؟ باص او فولمن مظبوط، وبيروح على المواقع المعينه، بكون منظمه انا كل شيء، مثلا تنقول بعلبك قلعه بعلبك، بيرجع على زحله، بيت قديم بزحله مطرح مره بتعمل مونه، او بتطبخ لهم ميل لبناني من الطاوله عند اهل المنطقه، وبيرجع مثلا واين تيستينج هيك، انه كلهم بينبسطوا فيها الواين تيستينج، او عند الحرفيين. دخلك انت الجايد مثل ما عم نشوف بالفيديو، انا شايفتك عم تشرحي مزبوط. يعني مزبوط، انا الجايد والتريب اورجنايزر. وقد ايه بتعملي ريسيرش، قد ايه بتتعرفي على المنطقه كتير قبل بوقت؟ انا دارسه كلتشرال توريزم ودارسه هيستوري ورقص اكيد. بس هلا بالسياحه يعني كلتشرال توريزم وهيستوري، وعامله تريننجز مع شركات خاصه، وايه كثير بعمل ريسيرش قبل بوقت، وعندي حشريه كثير يعني، فهالشيء بيساعدني. It's a woman job يعني، ولا عندك فريق؟ لهلا one woman job. واو. وعندي معارف كثير يعني بكل منطقة، عندي معارف كان مطاعم أو يعني الشوفرية والبولمنز تبعهم أو الكارز تبعهم، يعني عندي كونتاكتس بكل منطقة وبنظم الرحلات. سيرينا ما حدا يفهمني غلط، كل الزوايا بلبنان حلوه كثير طبعا، ونحن بنعرف هيدا الشيء. هلا بدها تحكي عن منطقتها. لا منطقتي؟ انا لبنان كله منطقتي، منطقتي ارمينيا اذا شيء ولبنان، انا ما بفرق. انا ما عندي ضايعه. انا خلص رح قوم فرق. نحن ما عندنا ضايعه. لا نحن ما عندنا ضايعه، الارمن ما عندهم. لا مش مواليد وين؟ مثلا بس بدك تكون لا مش هيك عم بحكي. لا ليكي انا بالدم بيروت كلها ولبنان كلها. طب خلص عم جد كثير حلوه ممفن. لا سؤالي هو انه هي شو وين حبت اكثر؟ سو باي منطقه بتميلي اكثر؟ يعني من خلال كل هالتريبس اللي عملتيها واكتشافك للهيستوري كلها، وين كان في غنى كثير؟ هو بكذا منطقه صراحه عن جد، بس مطرح ما برتاح اكثر شيء في صيدا وزحله، هو لانه انا من زحله. انا من زحله، نفوت بزحله مثلا. شفتي انا هيدا قصدي. بس انا في منطقه بعشقها اكتشفتها كمان بفتره كورونا، يعني هي الشوف.
شوف رائع رائع، ومحافظ محافظين كثير على الطبيعه عليها وعلى نظافتها وعلى ترتيبها. مظبوط التنظيم صحيح مظبوط، والهايكينج تريلز ايكو توريزم كثير محافظين على التراث بالشوف. فكل قد ايه بتعملي الرحلات يعني؟ كل جمعه كل جمعتين؟ وفي رحلات عندك من نام يعني اذا حدا بده يروح بينام بالمنطقه ثاني يوم بتكمله؟ ايه في اوتيلات قديمه واوتيلات بدها انه السواح هيك تاخذ اجرهم عليها يعني. هلا لهلا بالجمعه مره من بعد بطيئه يعني الشغله، وعم بعمل كولابوريشن اوقات مع ايكو توريزم ايجنسي اسمها دالي كوراسون، فهول كل جمعه بننظم يعني تقريبا، وهيدي كلتشرال توريزم تريبس كسواح اجانب. نومي قصدي النومة ما بأمنها بعد يعني، بس الدي تريبس بس في يكون وسيط يعني مع الهوتيلز انه للحجوزات. اوكي يس في يكون، بس في مشروع قريبا يعني مع سواح امريكان اول سنة الجاي انه يجوا منظمين لهم كل شيء عنده اقازات على 8 ايام على فرد صحبة، بصيروا جروبات يعني ورا بعضهم يجوا باك تو باك يعني، بفل جروب بيجي جروب بفل جروب بيجي جروب. سو مع هول السنة الجاية ان الله راد منظمة كل شيء يعني، وثمان ايام ورا بعض. اي طبعا عن جد كل جروب عن جد برافو. نحن عم نقول انه الافراد عن جد عم بيقوموا بشغل يمكن مؤسسات مش مفكرين فيه عن جد. حلو كثير. ما حدا يعني من الدوله داعمنا. مين 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 بقول انا مين سمعنا هيك شيء سامعين فيه قبل بمره هيك عم نشد بالافراد نحن. سيرينا هل كل سيزن لها منطقه معينه؟ بالشتاء يعني مثلا قصدك بالشتاء سنو شوينغ اكثر شيء؟ او هلا انا بالسياحه الثقافيه دوري ببلش من الربيع للخريف يعني بالشتاء ما بشتغل كثير اتس لو سيزون، بس كايكو توريزم سنو شوينغ اكيد يعني بتنظم رحلات مرات شاركت فيها يعني بيروحوا على الطبيعه خلال الثلج يعني كرمال الثلج بس، وبقيت ما تبقى انه بالمدن كثير هينه الووكينج تورز بالمدينه هيك اذا عم تشتي بحطوا شمسيه يعني تقريبا هي بس زيطة. هن السواح اللي بيجوا من برا بنعرف انه نحن اذا بدنا نسافر يعني المفروض نعمل ريسيرشاتنا بنعرف شو بدنا نقصد وين بدنا نروح. هن شو بيطلبوا اكثر شيء يشوفوا؟ اي مناطق اي اماكن سياحيه؟ بعلبك سور جبال عنجر اوقات يعني الكل اليونسكو هيريتج سايتس كل شيء ايه دعم المرأة كمان بيهتموا بدعم ايه اكيد من الله رب كل لبنان كل لبنان. طبعا بتصير في تعاون بينك وبين ايجنسيز برا مثلا بيوروب؟ نعم. عم تجربي تتواصلي معهم انه انا مني فينا نسميكي شركة يعني حتى لو كنت شخص مني شركة عادية بروح بس على السهر، انا انفولفد اكثر بالمنطقة بلبنان. عم تتعاوني مع غير ايجنسيز؟ مع الامريكان. مع الامريكان. هلا الامريكان كثير عم بيزيد الانترست بسياحتهم على لبنان، يعني صار في فوكس صرت عم لاحظها يعني، وحتى بهيدي الشتويه بديسمبر اخذت امريكان وكانت مره هي اونر اوف ايجنسي ومن توريزم يعني ايجنسي هي اللي عم نسق معها هلا كرمال السنه الجايه ليجوا جروبات ونساء فقط يعني حيجوا جروبات نساء امريكانيه على لبنان وحبرمهم. بس هول الامريكان سيرينا هن من اصل لبناني يعني؟ لا لا مغتربين امريكان امريكان والله شو حلو. صح حلو. سنت الزيت بعتقد بلاقوه رخيص كمان للبلد كومبيرنج. صحيح. ايه صحيح صار رخيص بالنسبه لهم كومبيرنج يعني. صح. ايه طب كيف يوصلوا لك؟ سوشيال ميديا سوشيال ميديا والهوتيلز يعني انا عم بعمل دايركت كونتاكت مع الهوتيلز وبياخذوا اكيد برسنتج بس يعملوا لي بروموشن دعايه لماي تورز ماي باكجز بيكون في برسنتج لهم، فهيدا كان هيدا هي انه ماي استراتيجي هيدا الموسم واتس وركينج باذن الله. ثانك جاد. يعني انت بوكت من هلا لاخر الصيف ان الله راد؟ بلشوا على البطيء بس انه في بشر. يلا ان شاء الله ما تنسى انه هلا بكل العالم بعد في مدارس وبعدهم الاكزامز وبعدهم عم نطلع من كورونا يعني بعد الصيفيه اذا بدك رسميا ما قلعت غير لبعد شيء 15 يوم. صح. فان شاء الله خير. وجود لك. ميرسي شكرا لكم كثير شرفتينا موفقه. ميرسي تمار ميرسي كريم يا هلا.